عندما يكون في صدرك قلب لا يرتجف عند الملمات وتصر على اختراق التنظيمات الإرهابية، تعيش وسطهم وتتنفس هواهم الفاسد وتتعامل وياهم كل يوم، تجاري أفكارهم المريضة، تشوفهم بعيونك شلون يعدون المفخخات حتى يغدرون بأهلك وأحبابك، تراقبهم وهم يسنون الحراب لتمزيق وطنك وشعبك، وتنذر نفسك لرد كيدهم إلى نحورهم، تكشف أسرارهم وتفشل مخططاتهم وتجند عتاتهم، وبعد كل هذا تقرر بكل بساطة تقديم روحك فداء للعراق. عندها تستحق بكل جدارة أن يكون اسمك حارس السوداني، صياد داعش، صقر الصقور، قلب الأسد. صدقا كم عراق اليوم يعرف من النقيب الشهيد حارس السوداني ويتذكره؟ كم واحد سأل عن حال أمه وأبوه بعد سنوات من استشهاده؟ كم واحد اطلع على حال أولاده وأمهم؟ لغير العارفين أقولهم أن حارس يعد من أبرع ضباط خلية استخبارات الصقور المعروفة، واستطاع أن يخترق تنظيمات داعش الإرهابية وينال ثقتهم لعدة سنوات، وقام بالتعاون مع الجهاز الاستخباري بإفشال خطط لتفجير 30 سيارة مفخخة و18 هجوم انتحاري بأحزمة ناسفة، وكان يقود السيارات المفخخة بنفسه ويوصلها إلى أماكن محددة بالتعاون مع القوات الأمنية اللي يقوم بدورها على وجه السرعة والدقة بتفكيك المتفجرات واستبدالها بأخرى صوتية وترتيب تفجير مسيطر عليه، ثم بث أخبار عن وقوع ضحايا لإيهام التنظيم الإرهابي بنجاح المهمة. استمر حارس على مدى 16 شهر متنكر بشخصية أبو صهيب، واستطاع تسريب معلومات عن رؤوس التنظيم، وكان العامل الأهم في انهيار منظومة الإرهاب الداعشية ببغداد ومعالجتها بالكمائن والعمليات الاستباقية والطائرات. وفي 31 كانون الأول 2016 كان التنظيم يخطط لتنفيذ هجوم ضخم بليلة رأس السنة، وتسلم النقيب حارث مركبة مفخخة، وكالعادة أبلغ خلية الصقور فورا وقام بإفشال المهمة وتنفيذ مسرحية التفجير. لكن يبدو أن خفافيش الظلام هذه المرة كانت تراقب بطلنا بأجهزة تنصل، وشك هو أيضا بأن أمره قد انكشف، ونصحه أخوه الضابط مناف اللي كان زميله مساعده في الخلية ذاتها بالتخلي عن المهمة، لكنه كان ثابتا على موقفه ومهمته المقدسة. وفي بداية عام 2017 كان آخر خبر وصل من البطل رسالة نصية أرسلها الوالدة، يقول فيها: والدي العزيز، أسألك الدعاء. وهنا تأكد الوالد المفجوع أن الصقر قد كشف أمره وحانت ساعة الرحيل. بعدها بث التنظيم المجرم عملية إعدام لعدد من الأفراد، يبدو أن بطلنا كان من بينهم، وذهب حارث إلى مكانه الطبيعي هناك في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقاً.